سي ديسمبر كنتقلوا لأحلك وقت في السنة. الطقس كيزداد برودة ورطوبة وضباب كل يوم. من هاد الشهر حتى لمارس كيتكرر الضباب بشكل كبير، وفي الليل كتنخاف درجة الحرارة وكيتكون أجريس كما تقولوا بالأمازيغية عندنا، اللي هو الصقيع باللغة العربية. ماشي من السهل التغلب على هاد الجو الكئيب، سنحاول نخلق طرق للاستمتاع بهذا الوقت من العام. اللي لاحظتوا أن الطقس يأثر بشكل كبير في حياتنا، سلوكنا وعادتنا الغذائية. متى هنا في إيطاليا كنشوف فرق كبير بين الشمال والجنوب، من غير في الصفات الجسدية ولا في الطباع ولا في التصرفات الاجتماعية حتى في الغاسترونومي. في الجنوب كيعتمدوا بزاف على زيت الزيتون، الخضر، الفواكه الجافة، بينما هنا في الشمال كيعتمدوا بزاف في الطبخ ديالهم على الزبدة، لي فروماج اي سورتو الشوكولا، لأنها مضاد طبيعي للاكتئاب وكتنشط هرمون السعادة. سنختار من القناة الثانية ديالي الموسيقى اللي غادي نسمع لها باش تساعدني على التركيز. دابا كنشتغل على تصميم قفطان بوغ اون كليونت. جميع الاعمال ديالنا غادي تلقاوها على صفحات فيسبوك باسم كايلا سيسترز اتوليي، وفي انستغرام باسم تلويس كلوثين. بغيت نشارك معكم بعض من لي زارتيكل اللي فات صوبناهم. غادي نخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديال فيسبوك وديال انستغرام لتحت في صندوق الوصف. كايلاس هي شركه ديالنا حنا لي تخواسور، خديجه لميا سميره. ك الحرف الاول ديال خديجه، ال الحرف الاول ديال لميا، واس الحرف الاول ديالي انا سميره. في انستغرام بدلت الاسم من كايلاس لتلويس، لان تلويس بالامازيغيه كتعني قطعه الذهب، وبالنسبه لي كل قطعه كنخيطوها ما كتقدرش بالثمن نظرا للوقت اللي كتستغرقوا باش توجد. وعندنا مثل قديم اللي تيقول الوقت من ذهب، كنشوف ان هذا الاسم هو الانسب. من غير اننا تنخيطو سيغ ميزيغ على حسب طلب لي كليونت ديالنا، في نفس الوقت ملي تنهبط المغرب تنحاول نوجدو اون بتيت كابسول من تصميماتنا اللي تيكونو ديتوني اوكسيدونتال افيك اون توش ماروكان، بحال اللي كتشوفو في هاد الصور. بعد ما توضح لي الصوره في البرويون، تنرسم الرشمه ديال الطرزه في لورديناتور ونصيفطها لخديجه، هي لا موديليست، هي اللي متكلفه بلا بار تكنيك. دابا منين يكمل القفطان ويوجد غادي نشاركو معكم فيديو اخر ان شاء الله. من بين الاشياء اللي تنديروها في الشتاء هي اننا كل حد كنجمع عند حماتي الغداء، اما غير تيكون الجو زوين كلشي تيخرج يتغدى برا. اليوم غادي طيب لا بارميجانا دي ميلانزاني، كتعتبر من اشهر الاطباق في المطبخ الايطالي، ولكن اصله محل نزاع ما بين ثلاثه المناطق سيسيليا، كامبانيا، ايميليا رومانيا. وصفه بارميجانا منتشره في جميع مناطق ايطاليا avec des variantes différentes، مما تيجعل من الصعب تتبع اصلها الحقيقي. غادي نشارك معكم الوصفه اللي كدير حماتي، هي ديال لا ريجيون دو كامبانيا. المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف. Ah,
هنا كتقشر الدنجال لان القشره ديالته عاصيه، ولكن الا كان عندكم دنجال زوين وطري ديروه بقشره حسن. كتقطعوا شرائح. هنا كتوجد لاصوص. اول حاجه في الطنجره نسخنوا الزيت البلديه، نضيفوا ليها راس ديال الثومه ومطيشه محكوكه. من الاحسن تستعملوا هذه اللي كتباع في القراي، ما كتكونش فيها الحموضه ديال المطيشه. نضيفوا اوراق البازيليك وشويه الملح ونحركوا مزيان. قبل ما تقلي الدنجال كتغمسوا في الطحين والبيض عاد كتقليه. احسن زيت للقلي هي الزيت ديال الكاوكاو، حيت عندها نفس الخصائص ديال الزيت البلديه وما كديرش الدخان ملي كتقلي فيها الحاجه. يا اما تشريو قطعه كبيره ديال البرمجان وعاد تحكوه، او تشريو ديجا محكوك كما كنتدير انا. للاضاحه فقط ان البرمجان هو البارميزان. قطعوا موتزاريلا مكعبات صغار. انا كتفرش الدنجال المقلي على البابيا بسوربون اليمونتير باش يمتص الزيت اللي شايطه. خدوا ان بلا غراتان وفرشوا غير شويه ديال لاصوص، ثم غطوها بطبقه ديال الدنجال المقلي وديروا فوقها عاوتاني لاصوص والبارميزان مكعبات ديال الموتزاريلا. ديروا طبقه اخرى من الدنجال وغطيوها دائما بلاصوص بارميزان وموتزاريلا حتى تسالي جميع المكونات، وغطيو كل شيء باللي بقى لكم من لاصوص والبارميزان. دخلوه في الفران سخون على درجة حرارة 200 دوغري لمدة 30 دقيقة، وفي آخر 5 دقائق ديروا الفران سيغ مود غري باش يتحمر مزيان من الفوق. ومنين طيب لابارميجانا خرجيها من الفران، خليها ترتاح 15-20 دقيقة قبل التقديم. فيما يتعلق لو سيكتور كولينير، الإيطاليون هم شعب تقليدي. البريمو لو برومي بلا ضروري يكونوا لي بات، يا اما سباغيتي، غافيولي، لي لازاني، ريزوتو، او ممكن يكونوا حتى لي نيوكي بحال هادو اللي دارت لينا حماتي اليوم. هما دي بوليت دو بوم دو تيغ غيزولي. اما السوغوندو هو الطبق الثاني، تيكون اكثر اهميه من الاول، تيكون عباره عن لحم او بواسو، يا اما طايف في الفران غريي او سوتي. تيكون ديما اكومباني افيك اون كونتورنو، يا اما ان سالاد او غارنيتور دو ليغوم سيرفي ا بار. هنا حماتي طيبت لينا لا روستو اي لا بارميجانا كوم السوغوندو، ومن بعد يحطوا لو فرماج بانواعه مع العسل اي لو بان بيان سور. واخيرا لو ديسير تيكون يا اما اون تارت تيراميسو او لا غلاس. يختموها يا اما بان اكسبريسو او بيان ان ديجستيف. شكرا انكم شاهدتوا الفيديو حتى الاخر. الى اللقاء.